ازيكم؟ والحمد لله لاباس، الحمد لله الحمد لله. تحسنت الامور واستقرت حالتي والحمد لله لاباس. طلعت استعد كيما الولاد الكل، وريسكيت حاب ندخل كعب افلام تروح كبير ما تسترجي الكل، ودخلت كعبة الافلام. قعدت سنة في الاتوال حتى اللي تمركي باش نتشغل كعبة الافلام. ما تمركيتش وقت اللي طول، ما اضطريت الفيروس اللي مش هنا شوية فهم في الميديا كل قلت خلنا بكعبة النار نجبد ان شاء الله. جبت كان العبيل تفهم في الميديا، جبت البوشون هكا عادي على غير ملو اللي خرجت طرف دخان هكا، من بعد ترشخت بالباهي هزيلو وملو الماء سخون. ما سخون معناها ما اشلقتش بها كي ما اشلقتش بيدي معناها من الاول. داير حتى فما من صحابي معناها شكون اللي مشى فيه النار، معناها مشيت نعاون فيه حتى نطفي فيه بداية وكل. بعد كيكك حسيت الدخله بتاعي وكل، وخرت التالي ودخان وكل، وصارت ليدي نرى في حاجه حمرا خسر بلاستيك متاع الفلام محل فيه كوز استبت نقاط دم مع ضغط حلقات كو تك تحت كالوتا تكيت. جاو ولاد الحلال هزوني خرجوا بيا طول جريو. طلعت طول السامي ومشيت فرحات عشاد ما قصروش، اسعفوني فيسا فيسا وعملوا لازم. وبعد تحولت لسالول، في سالول دخلت طول عملت العملية كو الشوابة الأربع القدامين والكف متاع يدي معناها براتيكمون الكل تهشم معناها تحرق معناها وفم عروق تحرقت وكل. جست العملية معناها سدينا العروق هذيك المحروقة وخيطنا معناها لازم كو شوية بشوية طارو بروتيز والحمد لله. وعلاش لا نعملو عملية زرع والحمد لله لاباس. صحابي حصوا عليا برشا عباد حتى ما ثلاثة متاع الصباح تستنى فيا نخرج من العملية باش تعرف حالتي شنو. وتحية خاصة لعمي زبير بيا، كلمني اليوم الصباح وصل عليا صاحبي وبو صاحبي وكلمني وصل عليا من اليوم من أبو ظبي. وبرشا برشا عباد تفاعلت وحست وعطيهم الصحة وراوي هون ريهون يهون على خاطر الجمعية والله. أما جوست هكا هما ما يحسوش بينا، أما إن شاء الله يفيقوا على رواحهم هكا.